لطالما كانت السينما العين الأخرى للحقيقة. أما الفيلم الوثائقي فلقد كان بؤبؤ هذه الحقيقة. وعلى فكرة الفرق بينهما ليس بالكثير، فكلاهما يلامسان واقع الحياة، لكن الاختلاف هو أن أحدهما يلامسه بخفة أكثر. أنا يسر الكخن، وهذا مخرج من وراء الكواليس. كل شيء؟ يا صاحبي صار لي 15 سنة عميل عندي، ما رجع لي الشك. بديش ارجع لشركة. شو ضمنات؟ ما هي الدار كلها مضمونة عندكم. والله ماني عارف. بشار طعمية البسة ولا لا؟ لا كمان شوي بحط لك. لا زيها بصراحة. طلع ماريس، عارف احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحكي معك عشان موضوع الكورونا نصور. ماشي؟ انت بتخاف من الكورونا؟ لا. ليش؟ ما بتمرض؟ لا. ليش؟ المرضى انا عندي صيف. كيف شكله الكورونا؟ صغير صغير صغير. والله مش شايفه. والله على أداد مش شايفه. مش شايف. مش شايف. شايفين؟ أدهى الوردة صغيرة صغيرة صغيرة. يا سامي شو في اجتماع اليوم ولا زي امبارح؟ زي ما بدكم. عم شو الاجتماع؟ ما نعرف شو بدنا نساوي بهالحشره عن الشغل يعني. ماشي. توجيه من سياده الرئيس اعلن ما يلي: واحد، يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا. اثنين، يمنع وصول اهلنا من القرى والمخيمات الى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضيه والطارئه. ثلاث، يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم. قديما في عطاء انتاج فيديوهات، شو رايك نقدم؟ فيديوهات ايش؟ ايش؟ فيديوهات عن ارشادات كورونا.
شو لازم نعمل يعني عشان ما تنتهي من الكورونا؟ نرش عليه مي صابونة. نحط في المي والصابونة. المي بقيم الصابونة. كورونا كورونا بنشوفه. يلا يا سامي. يلا انه نقدم يعني رأيك؟ كانوا خوش لا طبعا يعني ممكن بس انا هيك مفكور بدهم 100 دولار بالوضع اللي زي سبعتين لعب فريش ديما اهلا وسهلا فيكي. احكي لي عن ديما شوي. كي اصعب سؤال. احكي لك يعني ديما كثير اشياء. بلش بمراحل التعليميه مثلا. الموضوع المجال خلينا نحكي. انا يمكن من الناس اللي دخلوا المجال متاخره يعني مش من بدايه مش مباشره بعد الجامعه وهيك. درست أدب لغة إنجليزية واشتغلت شوي بالتدريس شوي ترجمة بعدين اندليت إنه في إشي اسمه سينما في فلسطين يعني طول عمري كنت بحب السينما بحب الأدب بكتب بس مش كثير كانت يعني بمرحلتنا إنه مألوف أو معروف إنه في سينما فلسطينية بعدين تعرفت على رشيد مشهراوي واشتغلت معه في مركز الإنتاج السينمائي وهذا الحكي شجعني انه اكمل بالتعليم بمجال السينما فحصلت على منحة وعملت ماجستير في بريطانيا ايامها وبعدها هذا الحكي كان 2002-2003 بعدها صرت يعني اشتغل اكثر لافلامي بشتغل اكثر افلام وثائقية مواضيع متنوعة بتخيل يعني في اشي عن الحب في اشي عن المرأة في اشي عن إشي سياسة إلى آخره بحب وعملت إلي تجارب هيك بسيطة في الأفلام الروائية طب إيش التجربة اللي كانت وقت أنت قررتي تروحي لعالم الإخراج في تجربة معينة صارت في هو بس يعني هي شوفي يعني أظن اللي بقرر أنا بالنسبة لي على الأقل لما قررت أني أنا بدي أكون مخرجة لأفلامي بدي أنا أكون شوي عندي السيطرة على كيف تطلع يعني كانت تجربة في الكتابة في البداية فبعدين فكرت انه لا بحب اني انا اكون كمان الي الكنترول على كيف يطلع الفيلم فيجولي الي تكون لغة السينمائية الى اخره فيعني هذا الحكي من خلال اعمالي مع اخرين من خلال شو اسمه هيك صارت طيب تمام نحكي اكثر عن افلامك أنا عندي مجموعة من الأفلام اللي حكيتي لي عنها أنا بالتحديد الفيلم المفضل لإلي كان عمواس تحكي لي عن هاي التجربة أو قبل تجربة عمواس تحكي لي شوي عن تجربة الشراكة مع فيلم لاب عن كيف الجو أو أنت كيف كديمة أبو غوش مش المخرجة ديمة الإنسانة كيف استقبلتي خبر إنه خلق في حالة طوارئ تم الإعلان عنها إحنا حنكون في البيت كيف فكرتي في الموضوع يعني أظن زي الناس إنه بالأول إنه كأنه إشي بخصناش إشي بعيد عنا كأنه هو في فيلم هيك تفرج عليه زي أفلام الساينس فيكشن اللي بنشوفها فبالأول هيك يعني أوكي أخذنا الاحتياطات ويعني صار إغلاق وزينا زي الكل يعني انحشرنا في البيت بس من جوا يعني أنا كان إنه حاسب وكأنه إشي مش يعني مش عن جد يعني إلا لما بتصير مثلاً مواقف اللي ما فرضنا بطلع يعني طبعاً طلعاتي خفت احتكاكي مع الناس خف فلما بعدين فتحت شوي بطلع السوبر ماركت بشوف الناس كله بالكمامات
انه اه والله يعني انا بعد مضطره البس كمامه يعني هيك شعور شوي سريالي بصراحه. ف لما حكوا معي في الملاب اللي هم يعني اصدقاء وانا اعتبر من اصدقاء الفيلم لاب من سنين من حتى اسيسه، كانت الفكره انه ليش لا، يعني احنا في البيت من ناحيه، ففكره هيك انه شوي نعمل اشي نجرب يحكي عن الحاله اللي احنا كنا بنعيشها من زاويه المخرجين الفلسطينيين، فكان لطيف. وكيف بلشتي تعمل الفيلم في المنزل يعني في البيت؟ كيف حكيتي للعائلة انه بدنا نعمل هيك بدنا نعمل هيك؟ انا شفت انا يمكن الناس المحظوظين انه انا يعني انا شغلي نشتغل مع بعض. يعني انا اولادي التنين بشار وسامي هم بالمجال، زوجي بنفس الشيء يعني بالشركة، احنا عندنا هيك شركة صغيرة، فاحنا اصلا يعني نشتغل مع بعض. هلا بدأت الفكرة لانه في شوي حوالي اطفال صغار، انه بدي اشوف يعني كنت اجرب اشوف من زاوية الأطفال كيف شايفين الوضع، وبدأت أصور يعني وهيك، بس حسيت إنه لا يعني طلع شيء حلو بس مش يعني كيف بده، حسيت بدي فترة أطول لازم أصور معهم أخذ وقتي أكثر. الأطفال يعني بحس إنه بدك أنت مش يلا يوم يومين ثلاثة، بدهم يتعودوا عليك يتعودوا على الكاميرا مشان تاخذي هيك لقطات طبيعية وتكون يعني بالآخر تعمل فيلم. حسيت إنه بدي إشي تصوير أطول. فهون تغيرت الفكرة انه طبعا بالاول كان في عندي براسي عدة افكار، فرحت زبطتها على اشي هيك كان انه انا بشتغل على فيلم اللي هو فيلم الاطفال، بالتالي الحالة اللي احنا كنا فيها يعني انا بالعادة بكون بشتغل على اشي في البيت وحياتنا يعني برا وجوه بالحديقة ونتفرج على التلفزيون نسمع الاخبار نعمل اكل الى اخره، وحاولت يكون معرفش زبطت او لا، بتامل انها تكون زبطت انه يكون في هيك خط من البدايه للنهايه، فكره انه الوضع والحاله اللي احنا بنعيش فيها وشو الحل وشو ممكن نعمل والنهايه اللي ايش صار. ايش جديد في حياتك بهذيك الفتره؟ ايش جديد او اكتشفتي ايش جديد في انه ممكن بشخصك؟ مش اكتشفت بس استعدت اذا بدك، يعني احنا يمكن مشاغل الحياه بتخلينا شوي هيك بننسى الاشياء الحلوه الصغيره اللي احنا في حياتنا، مثلا خاصه يعني اولادي شباب بيطلعوا بشوفهم متاخر، يعني مش يعني بطل زي اول انه بتعرف لما بيكونوا صغار بنلتم كلهم وهيك. فكان هاي الحشره اجباري انه خلص احنا مع بعض. فانا شخصيا من الناس اللي كانوا مبسوطين، يعني هذا الجزء كان كنت مبسوطة فيه إنه يعني التمت العائلة هاي وبترجعي بتعمل أشياء مع العيلة وهيك. كمان يعني هلأ لأنه صار التواصل أونلاين مع القريب ومع البعيد، فهتذكرنا اللي بتتذكر الأصدقاء والقرايب البعاد، يعني صار كله زي بعضه أونلاين عرفتي، فهيك مزبوط. يعني كان في هذا الجو هاي الإيجابية. بس طبعا في القلق، يعني في القلق اللي موجود انه بعدين مش راح يصير شو ممكن نعمل انا مش عارفين. مزبوط. طيب نحكي عن افلامك الثانيه. افلامي الثانيه احكي لي عنهم قصه كل فيلم. كثير بصير بدك مش مشكله خذي راحتك. شوفي يعني انا ممكن احكي انه بدايتي كانت اشتغلت مع الاطفال، اكتشفت اني انا بحب اشتغل مع الاطفال. حلو. يعني اول مش بالضبط يعني كان اول انا هيك بال 2004 بعد ما تخرجت كان اول شيء عملته فيلم اسمه صباح الخير قلقيليا. كان ايامها الجدار لسه عم بنبنى، وكانت قلقيليا من المدن اللي يعني اول المدن اللي تحاصرت تماما بالجدار، وكنت ايامها انا بريطانيا وبقرا عن الموضوع وهيك، ولفت نظري مقاله فيها مقابله مع ست من قلقيليا بتحكي انه انا بطلت اشوف غروب الشمس أو بطلت أشوف الشمس. فهيك أثرت فيه وحكيت أنا بس أروح بدي أروح وأشوف يعني شو القصة شو الموضوع، وهذا كان يعني البداية. وبنفس الوقت هيك عملت أفلام قصيرة مع أطفال أو مواضيع مختلفة، كان أيامها مع سكرتارية خطة الطفل. Thank you.
بداية الانتفاضة 28/9 سنة 2000 بدأ الحصار على قلقيلي، وقلقيلي عليها السور الوهمي خلينا نسميه قبل ما ينشأ السور ويتجسد زي ما هو مرئي الآن لكل العالم. وبنفس الوقت هيك عملت أفلام قصيرة مع أطفال أو مواضيع مختلفة، كان أيامها مع سكرتارية خطة الطفل. عملت إشي مع الصوم، عملت إشي مع أبناء الأسرة، عملت إشي عن التراث والأطفال، يعني كله عن الأطفال ومع الأطفال. إنه كتير بده صبر الموضوع. يعني بدهم التعامل مع الأطفال بده هيك. ممتع بس كتير بده صبر. مزبوط. بس rewarding يعني بعطيكي هيك يعني شعور حلو. والأطفال حلو. من الناس اللي أول شيء أكثر جرأة. مش كتير بيهتموا انه الكاميرا وشو رح يحكوا الناس وكيف شكلي عفويين كمان اكثر من صادقين وهم بطبيعتهم في البراءة في هاي الطاقة اللي عندهم. انا بحس يعني انا بعطوني شعور كتير حلو انا بشتغل معاهم، والنتيجة لليوم انا برجع وبشوفهم بكون مبسوطة يعني للأفلام هاي. فهاي كانت هيك يعني بدايات افلام قصيرة، اشتغلت شوي مع مؤسسات أفلام هاي المؤسسات اللي بتتكلم إشي عن المرأة إشي عن الجدار وهيك. عمواس كانت مثلاً عمواس لحاله بدنا نروح. عمواس كان من البداية يعني من وأنا قبل ما أنا أصير مخرجة وأنا بدي أعمل إشي عن عمواس. كان كوري عرفيت انا يا مفكد ما كتوب عليهم على אחד כתוב רמלה בית נובה ועל השני כתוב יעלו עמואס המנזר לטרון הכל מאחורינו אנו בתוך כפר ערבי אני יודע מה שמו לטרון או כפר אחר לפי שעה הכל ריק ואנו דוהרים קדימה אינך רואה כאן נפש חיה. كثير الفكره كانت صراحه يعني هاي دائما انه كيف بدي اعمل فيلم عن امواس عارفه كان في عده افكار في عده محاولات وبتلاقيه اجزاء منه يعني اجزاء من امواس في افلام الثانيه يعني مثلا في فيلم اللي هو ماي بالستاين فلسطيني اللي هو انا بحاول اشوف مع الناس اللي حاولوا شو بتعني لهم فلسطين يعني بشوف انه فلسطين صارت يعني بتخيل انه مثلا هل هي او بتساءل على الاقل انه هل هي نفسها للفلسطيني اللي بغزة زي اللي بمخيم بلبنان زي اللي بالاردن زي اللي باوروبا زي اللي بامريكا زي اللي بالضفة زي اللي بالداخل. ف
فهذا كان عندي تساؤل وحاولت أجاوب عليه. بتهيألي حسب كل واحد كيف بعرف حاله وحسب كيف هوية كل فلسطيني. بالضبط، يعني اللي بعيد أو مولود بعيد عن فلسطين مثلا وعمروش شافها، هل زي الولد فيها وترحل، هل زي اللي عايش فيها زي اللي مضطر يعيش فيها مع الإسرائيلي مثلا جنب إلى جنب إلى آخره. فحاولت إنه سألت هذا السؤال للناس، يعني ناس حوالي أيامها، إنه شو بتعني لك فلسطين. وكان بالنسبة إلي يعني أمي اللي هي بفيلم شخصية رئيسية فيلم عمواس، برضو سألتها نفس الشيء، فهي بالنسبة لها كان إنه هي عمواس، فهون رحنا على عمواس ورحنا يعني، فعارفة كيف كان موجود أجزاء بأفلام تانية. من هاي من أراضي بيت نوبة؟ لا لا، من هاي بتبتي أراضي عمواس. من هون أراضي عمواس، هذيك بيت نوبة، هم الجسر على بيت نوبة. عمواس قرية اللي انولدت فيها وانحرمت منها بكير، ما عرفتش قيمتها إلا لما كبرت. فولدتي هي أحد الناس اللي سألتهم شو بتعني لها فلسطين، وكان جوابها أنه عمواس، ومن هون رحنا على عمواس. ويعني بالتالي يعني بتلاقي دائما هيك أجزاء إذا بدك من عمواس شو بتعني لي، أو الوطن شو بيعني لي إلى آخره يعني. فكان فكرة فيلم عمواس اللي بدأت فيه بال 2006 وخلص، لا سوري، بال 2009 وخلص بال 2016، فمستمرة مع أفلام أخرى يعني أشتغل عليه وأوقف وأشتغل عليه وأوقف. بس كنتي حابة تشوفيه بالصورة الأجمل كمان. أكيد يعني كان في من ناحية إنه بدي يعني بيعنيني بخصني جزء مني يعني الموضوع. هلأ بهاي الأثناء اشتغلت أفلام مثلا، اشتغلت إشي مع الأطفال أو تأثير المستوطنات على الأطفال اللي بعيشوا يعني قريب من المستوطنات. اشتغلت فيلمين أيام على شركة قدس بوت، كان بالقدس حواري القدس وعن كنيسة القيامة. اشتغلت إشي مثلا كتير كان اللي هي ويلكم، إشي هيك خمس دقايق إنه يعني كان في مؤسسة بتعمل زي ترويج للقدس برضو مع أطفال. كان اشتغلت عدة مشاريع وحمورابي، هلا بنحكي عن حمورابي بس لأنه اشتغلت عدة مشاريع مع مؤسسة شاشات برضو من ضمنها كان فيلم روائي قصير حمورابي. اشتغلت بتخيل الكاركتر هي اللي شدتك مش الفكرة صح؟ يعني الكاركتر لا، هو الكاركتر اجي بعد عن جد؟ أول شيء حمورابي أنا عملته مع علاء أبو غوش اللي هو أخوي. كانت فترتها انتخابات وهيك يعني حسينا انه عم بيصير اشي مختلف يعني لاول مرة بفلسطين، يعني شو اللي عم بيصير، وهيك انه بتشوفي يافطات ودعايات لمرشحين والناس معجوقة وانه عن جد يعني انتخابات وهيك. فحكيت انه يعني انه لازم اعمل اشي، وكنت حابة شكل يعني اللي هي فكرة الكولاج فيلم هذا اللي هيك يعني اشي مش التقليدي، مش الستركتر التقليدي للفيلم الوثائقي. هلا بدينا نصور انا وعلاء، يعني تنين صورنا تنين منتجنا تنين اخرجنا مع بعض، يعني هاي كانت تجربه مختلفه بالنسبه لي. واحنا بنصور شفنا ابو ناهد اللي هو بنشوفه بالفيلم اللي هو من مخيم قلنديا وعرفنا بعدين بناته بناء على الكاركتر كل الفيلم. لا هو كنا كان علاء تحديدا بيصور يومها بالليل، ما شافه الا وقف هيك قدام الكاميرا وشو هاي كانت اللقطه اللي استعملناها بالفيلم، بقول له انت بتصور، وبلش يحكي كثير عفوي بس كثير جميله كانت، وبلش يحكي له دعايته الانتخابيه انه هو تعامل انه هو مرشح يعني. وبعدين عرفنا انه هو شخص فقد ابنه شهيد، ومن هون صار يعني هو شخصيه معروفه يعني في المخيم برام الله يعني. الكتابات هاي كلها الموقعه حمورابي يعني على طول الجدار من رام الله للقلنديا هيك من كتاباته هيك. فهون يعني هي سريالية الوضع هاي، يعني انه انتخابات واحتلال حواجز، يعني انه توصل انه تشوف الدعاية الانتخابية على الحاجز يعني على الجدار اللي عند الحاجز قلندي يعني عارفة. فهاي هيك الايروني هاي شو اسمه شدتنا وجربنا نعمل اشي عنها. طب في مرة انت عم تعملي بتخرج فيلم الفكرة ضغط على الشخصية او العكس، ولا انت من الناس اللي بتتبنى فكرة معينة وبتمشي عليها، ولا بتشدك مرات كاركترز وبتمشي عليها وبتبني عليها فيلم كامل؟ شوفي يعني غالبا الفكرة غالبا الفكرة، وبعدين بفتش على الشخصيات. يعني مثلا اول فيلم عملته صباح الخير قلقيليا
سوري كانت الفكرة، وبعدين رحت أنا على فلقيلة وعشت شهر هناك. عشت إني أفتش على الشخصيات اللي بديها تكون بالفيلم. نفس الشيء يعني الأفلام اللي بالقدس، نفس الشيء عمواس، يعني معظم أفلامي الفكرة هي اللي بالأول بتيجي. غالبا الفكرة هي الأساس، كأنه ترتد لها الروح زي ما بيحكوا يعني بالعامية. والناس اللي عملتي معهم مقابلات وكنت بدك يدلوكم إنه مثلا هون في بيت، هون في شارع، هون في جامع، كيف تلقوا الخبر لما روحتي حكيتي لهم الفكرة؟